اخترت أبا عمر إلى فبهداهم اقتده. سبحان الله، فيه تقديم شبه الجملة على الفعل اقتدي بهداهم، لكن عندما يقدم الهداية على الفعل هذه يسمون الاهتمام أو للقصر أو للاختصاص. فلإيلاء المنهج الهداية قبل أن تقتدي ينبغي أن يكون عندك منهج، والذي رسم هؤلاء المنهج من هم؟ هم الأنبياء. ولذلك عندما تتأمل الآيات القرآنية التي تأتي في دعوة الأنبياء لأقوامهم ترسم منها المنهاج وتخرج منها أبجديات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أننا أخذنا منهج الدعوة ومحتوى الدعوة وطريقة الدعوة من القرآن الكريم ومن سير العلماء لا أفلحنا ولا اجتمعت كلمتنا، لأنها دعوة للتوحيد صادقة واضحة صريحة. لفت انتباهي الفاء هنا التي للتفريع في قوله تعالى فقلت. الفاء هنا يسمونها العلماء بكثرة ترد في الصور المكية فاء التفريع، بمعنى أنها تفرع هذه الآية على ما قبلها. حتى في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، مثلا قبلها قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة، فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما، أو الآيات. ففاء التفريع هذا تعيدنا إلى مراحل أو أوقات الدعوة التي ذكرها نوح عليه السلام في هذه الصورة، ليلا ونهارا سرا وجهارا. طيب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بمعنى أنني قلت لهم استغفروا ربكم ودعوتهم للتوحيد في الليل والنهار سر وجهار. فهذه الفاء فرعت المحتوى الدعوي على جميع الأزمنة الدعوية بهذه الفاء التعريف. فقلت استغفروا ربكم، ثم ذكر ثلاث مؤكدات، إنه، إن تؤكد، والهاء هنا عائدة على من؟ على الله. والهاء إذا جاءت تدل على الله ولم يكن اسم الله مذكورا قبلها، قال الزمخشري تدل على الفخامة، لأن المعروف لا يعرف. استغفروا من معروف، إنه الله عز وجل. لذلك يقولون الضمير أعرف المعارف، لأنه لا يقبل الشرك. لو قلت زيد من الناس لربما أنك تقصد زيد أو فلان أو فلان، لكن هنا الضمير هنا عاد إلى الله وسماه العلماء ضمير الفخامة. إنه هذه المؤكدة الأولى. كان، طبعا لو قال إنه غفارا استقام المعنى، لكن إنه كان غفارا كان أيضا من أدوات التأكيد. ثم قال غفارا ولم يقل غفور، والغفار أبلغ من الغفور، لأننا عندما ندخل من بوابة المفردات هناك ما يسمى الأبنية. الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن فعلان أبلغ من فعيل، كذلك غفار فعال أبلغ من فعيل أو فعول. فلذلك هنا جاءت مؤكدات ثلاثة، البنية المغفرة غفارا وكان وإنه. فمع العصيان المتمرد ومع أنهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، لا استكبروا استكبارا، أكد قضية الاستكبار. والاستكبار أول بوابات الغواية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأيت نفسك استغنيت هنا تبدأ مرحلة الطغيان. إذا استكبرت على ربك واستغنيت عنه هنا تبدأ رحلة الخطيئة ورحلة الكفر ورحلة العذاب والعياذ بالله. ذلك قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، ما نتيجة الاستغفار؟ ما نتيجة الإيمان؟ هناك نتائج أخروية وهناك نتائج دنيوية. ولذلك قال يرسل السماء عليكم مدرارا وأن لو استقاموا على الطريق. فهذا يعطينا رسالة أن من عاجل بشرى المؤمن أو من عاجل جزاء المؤمن أن الله عز وجل يمد له في عمره، يرزقه البنين، يرزقه المال بسبب هذا الاستغفار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فطيب العيش يبدأ من استغفارك، من إقبالك على الله سبحانه وتعالى بسعادتك. قال ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم انتقل إلى سؤال توبيخي، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لكن من أراد بسط العيش، من أراد السعادة، من أراد الهناء فعليه بالاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار بوابة السعادة والحياة الطيبة. يا سلام، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.